شايفها مباراة بطولة يعني بالنسبة للنادي الأهلي، جاي من مؤخرة الجدول، ماتشات صعبة، بطولة بيطلع منها بيدخل في بطولة تانية، بطولة عربية، كاس مصر، دوري، ماتشات مؤجلة، ضغط مباريات غريب، تخش على البطولة الجديدة الأفريقية. مفيش في مصر، معلش مع احترامي والله العظيم، مش عشان احنا أهلوية، بس الناس شايفة النادي الزمالك متحطش في ضغط خالص بقاله سنة ونص، عشان هو ما لعبش كم البطولات النادي الأهلي لعبها. لما اتحط في ضغط مباريات خرج من البطولات. ما هو يا جماعه منطق، يعني هو لما اتحط في ضغط المباريات خرج من البطوله، اللي هو قاعد يقول لك انا في البطوله العربيه وفي كاس مصر، ماشي، لما لعب البطوله العربيه عشان فرق ماتش هنا وفرق ماتش هنا وفرق ماتش هنا خرج من البطوله العربيه، وهو معاه احسن كوكبه من اللعيبه الفتره اللي فاتت، وكان في مسانده اعلاميه ومسانده سعوديه كل حاجه، في النهايه خرج من البطوله. لكن نادي الزمالك فريق كبير، فريق محترم، عنده لعيبه جامده جدا على مستوى عالي، بس الماتش ده النادي الاهلي جاي بقول لك من ورا، جاي من تحت قوي، قدر في ماتشات طبعا اتعرقل فيها بشكل كبير جدا وتعادل، وفي ماتشات اتغلب فيها، لكن في النهايه خلاص انت جاي في مباراه عنق زجاجه، مباراه بدون جماهير، كان نفسنا جماهيرنا تبقى موجوده، طبعا الجماهير رقم واحد في بطولات النادي الاهلي، لكن في النهايه لا، الكره في ملعبك. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي بدا يرجع لفورمته الطبيعيه، يقدر يكسب، يبقى اول الجدول، يبقى متصدر الجدول، وان شاء الله ده اللي انا حاسه من خلال ما بروح مشاهده التمارين، ومن خلال اتصالي باللعيبه كلهم، حبايبي واصحابي كلهم، فببقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، فهم حاسين بقيمه المباراه دي تحديدا، يعني دي هتخليك في حته تانية خالص ان شاء الله. لا كمدرب اللعب سهل قوي يا فاروق، اللعب سهل جدا في الملعب فعلا، تقدر تبقى كويس قوي، تقدر انت بتشوف نفسك، بس الفرقه كمان اللي بتلعب فيها بتبقى فرقه جامده قوي، لو انت معاك فرقه جامده قوي بتقدر تعمل في كل حاجه في الكوره، فدي حقيقه. لكن المدرب صعب، المدرب صعب، اللي انت بتبقى عايز، انت اللي شايل الليله كلها، انت لوحدك شايل الليله كلها، شايل التشكيل، شايل طريقه اللعب، شايل اللي انت ممكن تغيير كنت تنزله ما نزلتوه، فدي